حطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مطار الرياض بزيارة طارئة ومستعجلة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وكان لهذه الزيارة أهمية كبيرة جداً تبعاً لأهم التسريبات التي تتحدث عن كواليس هذا اللقاء، حيث كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية عن كواليس هذا اللقاء الذي جعل به بن سلمان بلينكن ينتظر لساعات طويلة لعقد الاجتماع. وفي تفاصيل التقرير قالت الصحيفة إن ولي العهد السعودي جعل بلينكن الذي اضطر لزيارة السعودية وسط الحرب بين الكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية جعله ينتظر لعدة ساعات لعقد اجتماع كان من المفترض أن يحدث في المساء، لكن محمد بن سلمان لم يحضر إلا في صباح اليوم التالي. وأضافت الصحيفة الأمريكية أنه بمجرد بدء الاجتماع شدد بن سلمان على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية التي أودت بحياة الأبرياء ورفع الحصار عن غزة التي باتت من دون ماء وكهرباء ووقود، وذلك بحسب بيان سعودي. وحذرت مذكرة مسربة لوزارة الخارجية الأمريكية أكدتها صحيفة واشنطن بوست أن الدبلوماسيين الأمريكيين من استخدام عبارات وقف التصعيد، وقف إطلاق النار، أو إنهاء العنف، أو استعادة الهدوء، لأن الكلمات لا تتوافق مع السياسة الأمريكية الحالية. ومن جهة أخرى فشلت الجهود الرامية إلى إقناع الرياض بإدانة الفصائل الفلسطينية. على العكس تماماً أدانت وزارة الخارجية السعودية العدوان الإسرائيلي المكثف على غزة وقالت إنه اعتداء على المدنيين العزل. يرى محللون أن هذه الخطوات التي تقوم بها السعودية متمثلة بملكها وولي عهدها بن سلمان ما هي إلا إثبات يوما بعد يوم أن السعودية تمتلك مكانة هامة جدا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تمتلك قوة تحتاجها أمريكا لتستطيع أن تتواجد وإسرائيل في المنطقة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ملكية السعودية للنفط وأهميتها الاقتصادية أيضا، وأيضا الانفتاح السعودي الأخير على العالم جعل من السعودية بلد يلتقي به الشرق والغرب، كلها مواصفات تقوي الموقف السعودي عالميا وتعطي عصا العلاقات المشتركة بين البلدين للسعودية لتمسكها من المنتصف، وأحيانا تميل إلى الجهة التي تراها السعودية مناسبة أكثر لمصالحها عربيا وعالميا.